هل المنان اسم من أسماء الله عز وجل؟ نعم، هذا ورد ذكره في جملة الأسماء 99، فهو من أسماء الله بمعنى عظيم المنة. الله يمن على من يشاء من عباده، الله جل وعلا يمن وهو المنان سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتفضل ويجود بفضله سبحانه وتعالى ويمن. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بمعنى أنه تفضل عليكم وأكرمكم بالإيمان. نعم.